في فيديو النهاردة هنتكلم عن ليلي بنت الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، وهنعرض ليكم مجموعة فيديوهات ليها أشعلت السوشيال ميديا وهي بتعرض مواهبها وبتقلد بعض الفنانين، وكمان بتقلد والدها الفنان أحمد حلمي بطريقة مميزة جدا أثرت إعجاب الجميع. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان كل جديد يجي لك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. ليلي هي بنت الثنائي الجميل أحمد حلمي ومنى زكي، وهي من مواليد سنة 2003 وعندها دلوقتي 18 سنة. كان أول ظهور لليلي مع والدها ووالدتها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي سنة 2020، وقدرت ليلي إنها تلفت أنظار الجميع وقتها بجمالها وشياكتها وبالشبه الكبير اللي بينها وبين والدتها الفنانة منى زكي. ومن وقتها وليلي بقى ليها حضور قوي على السوشيال ميديا، وابتدت تنشر فيديوهات ليها على كل حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتحرص ليلي إنها تظهر مواهبها الكتير من خلال الفيديوهات دي. ومن ضمن المواهب اللي بتتمتع بيها ليلي موهبة الرسم، وكمان هي عندها ورشة رسم احترافية. كمان من ضمن الفيديوهات اللي بتنشرها ليلي على حساباتها فيديوهات رقص على أغاني أجنبية. كمان نشرت ليلي بعض المقاطع وهي بتقلد فيها بعض الفنانين زي مشهد هشام ماجد وملك أورا في مسلسل خلصانة بالشياكة. هكون أحلى بنت في الحفلة. امسح المراية كويس يا نيفيهان. أنت بس اللي نظرك ضاع بعد ما كرشك دلدل على فكرة، وبعدين أنا سمعتك امبارح بالليل بتشتم فيا وأنت نايم. وظهرت ليلي في فيديو تاني وهي بتقلد والدها الفنان أحمد حلمي والفنانة منى شلبي في فيلم كده رضا. هابي فاكن فالنتاينز داي. ميرسي قوي يا رضا. يول. دي إيه دي؟ كمان كان في فيديو تاني نشرته ليلي وهي بتقلد الفنان محمد هنيدي. ايه اللي بيحصل ده؟ انا طلعت في التلفزيون، انت شفتني كنت هايل. الو. والحقيقه كل الفيديوهات دي سواء فيديوهات الرسم او فيديوهات الرقص او فيديوهات تقليد الفنانين نالت اعجاب متابعيها جدا، اللي توقع جزء كبير منهم انها تدخل مجال الفن في اقرب وقت، خصوصا وان واضح من الفيديوهات اللي بتنشرها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ان عندها موهبة تمثيل ورثتها اكيد من والدها ووالدتها. كمان عندها حضور وقبول على الشاشة بيأهلها انها ممكن تكون نجمة في المستقبل. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه اسرارنا ما خلصتش. استنونا في فيديوهات جديدة واسرار جديدة على قناتكم اسرار النجوم.